السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس كثير يعانيوا من إشكالية كبيرة، وهي لما يطلب منه واحد الرقم يصبح في معضلة أو مشكلة أو إحراج كبير. ولذلك نعطيكم كيفية الكشف عن أرقامكم في الشبكات، شبكات الاتصال الثلاث في الجزائر، وهي شبكة وليدو، موبيليس، وجيزي. نبدأ أولا كيفية معرفة رقم خطي في موبيليس. كل ما عليك فعله هو إما بتشكيل الكود التالي نجمة 101 دياز، نجمة 101 دياز، أو الاتصال مجانا، نقول مجانا بدون أي رسوم أو بدون دراهم، بالرقم 505. هذا المتعامل. وبالتالي ننتقل للمتعامل الآخر، وهو شبكة أريدو. لأن الشبكة أريدو لمعرفة رقم خاص بشيء في أريدو، هناك طريقتين كما في شبكة موبيليس. الطريقة الأولى أفضل، وهي مجانية، يعني بين قوسين مكتوبة بالأحمر، إرسال كلمة نيم، يعني نيميرو نيم، إلى 333 عن طريق SMS، وسيتم الرد عليك عبر رسالة SMS تحمل رقمك الخاص مضاف إليه الرمز الدولي 213 زايد بليس. الطريقة الثانية تشكل هذا الرمز، هو نجمة 113 نجمة واحد نجمة واحد نجمة واحد دياز. وهذه يعني نوعا ما طريقة متعبة، ولكن تقدر تحل لك الإشكال وتجيب لك الرقم نتاعك. الطريقة الثالثة للمتبعة للشبكة التافهة، وهي شبكة جيزي. طريقة بسيطة، يكفي الاتصال ب 99، رقم 99، وسوف تحصل على رقم هاتفك مضاف إليه الرمز الدولي 213 زايد بليس. إذا نتمنى إن شاء الله وفقنا في تنويركم وتعليمكم كيفية الحصول على أرقامكم بكل سهولة. وبارك الله فيكم وشكرا.